والله الوضع العسكري محافظة الرقة. طبعا محافظة الرقة هي أول مدن اللي تحررت في سوريا. أغلب الكتائب حاليا والجبهات تعد العدة للخروج للمعسكرات العسكرية اللي موجودة خارج المدينة، ونسلم المدينة للقيادات المحلية اللي موجودة بالمدينة حتى تدير المدينة وتنظمها وتعود الحياة مثل ما كانت بإذن الله. الوضع في مدينة الرقة يميل للاستقرار والهدوء شيئا فشيئا، والأمور تستسر. ومجلس المدينة وكذلك مجلس المحافظة يبذلون جهودا مضنية لتسير عجلة الاقتصاد والقضايا الخدمية. الوضع سيء جدا، الوضع ما في أمان، الوضع ما في أمان من الحكومة. الحكومة عم تقذفنا، أجتنا هون قذائف 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 عشوائية عم تضرب بيوت الآمنين.